بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وفضيقين الله وضول الليل وأنك قهد لني سيردي منك عالمك ها اللي أرنجلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. منك أصوأن عالمة وآذ علم بالنا كاسو أي كنتي إنن كهذا إن أهيم بدن كواسو أن كسر شجنة قيبت إني هراء مقدمة ليدي وحان سو مرة ولا ليا إن محمد عبد الوهاب مجلسي يترجم لي سي أي سو مرة يدعو لي سي سيدا أي كوب لابطي يسيدي مارتي دتكو أي أولم عاملين كارهان دتكي مصالح لجاركا إلى السنة يي يكوي مارتي جهرجا أصل كوها حصا هاتي اسمودي إن علمي أي هيا محمد بن عبد الله رحمة الله عليه وصوم الرئي سنة كل نتي هي سنة كل شيء عمره سنة كروح دافي سجاسا سنة يعني هل قرني أي كل وادي أو سجاسا سنة كربو دافي مركو نتي دعودي سوي سي سعود وأنا كمان تكحل لنا أنا قوتشونا قرني كان أصابون أصاب بالعمي أما دعودي سوي أصاب بالعمتي وتصحيحها هاي قرني قبل يتمناد مرك يصير أكو صاب بالعمتي دعودي محل عبد الله رحمة الله عليه وحاء أشيبي عدد آد أطرة بطن أي أشيبي والدنيا ذا كاملة وضبط الدنيا ذا الدنيا مرك أكون ورا يواجه كبعد بقى أي أشيبي وما رتي دعودي سوي أرياقي مرك أوجادين كبعد إلى تهي دعودي سو تي كتابك هي صنها هي دتك هراء وناك سنة أي كهذلين مرك أوجادين دعودي سو سلا إلى تهي أي أشيبين لرب بدن أي لقى أشيبين ويكم تهي السودان مصر يروح الشام لو يقاني يمن هي هندية أفغانستان باكستان بنغلاديش نيجيريا هي دمان لرب خلوها هذلو أفكا هوسا een iyo ilaahay soo gaartayba dalka Soomaaliya sida macruuf ah ee la garanayo maxaa cabda sidaas ay daacwadiisi ajiibitaan u heshay maxay yeleen waatii rabbiga tabaaraka wa taala raaliga ka aha dadka markii daraaseeyeen xayaatada iyo nolosha een sheekhaas ayay ajiibeen daacwadiisa markay kale arkeen raadka ay ku reebtay wadamada muslimka daacwadiisa maxay yeleen waxay nooleysay daacwadii maxaa cabdu ahaa himamti ay nooleysay afkaartii wanaagsan ayay noolaysay dadkii bay dhaqaajisay oo ka dhaqaajisay wadadii qaflada una kaxaysay wadadii soo jeedka iyo ma aragtay waasicnimada aan xariis Ilaahay tabaaraka wa taala diinta ah ayagoo ogaaday maxamed cabdi wuxuu la yimid inay tahay hagaajinta mujtamaaca ee dadka muslimiinta ah laguna hagaajinayo diinta wanaagsan ee diin islaam loo yaqaano maxaa yeelay dadkii hore wanaagsanaa waxay ku wanaagsanaadeen أي كوان دمر كوان أكسنانية سيد الجوري الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رحمة واسعة سيد سيكوسو بلاوتي دعوذي محمد عدوها سيد سيان لو أتشيبي آثار بضن يخاد بضن يدحر بضن بنكتري قيب تاسيان همنا كلمة إنان إنان كوسو قادنا قيبة كاملة إن آثار تحك كاملة وحيالو كتري وحا كاملة يخاد كي دحر كي لغد حلي أرضي بدن. نيك عالم كأنه علم بدن ليه وحلوه قرطه. أما نيك شيخ علم جيسو حلوه قرطه. إنه أرضي بدن كتجي. كتب بدن كتجي. كانت تجي. حل ما أردت مركز أولي بدن حل جلا. وحيلا قفع علم جيسو حلوه قرطه كم يتهاي. وحاكم إذا أرضي جيسا. علمه هو إنه عانى. قال لي قان. وحانا وجهه الرئي. ويلش يسي أصله رأي. محايا لقفك وناكسن. وناجيس أهل جيس أدوس الجارسين حبوا قوان ميسو عدد كلاو الجارسين أيه محايا الجول جيس أدو قفكو جبنا يا حمانتو أي كوجكتو حبوا معرزي وناجو خرك الشيء دور كلا أو قوان مي أردي جيس مركو حكم بدها ويلش جيس جارهان أفرت أجوا ويني علماء ضايقون أها سيدا علي حسين إبراهيم يا عبد الله ونمو وين علماءها أيقونها
ولبا عبد الله رسائل وأوين بولي هاي أو فعديني عقيدة دي الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا إمدي أتباع دي ساها حاك لو كمل أرض دي سا الشيخ الأوريجي أحمد بن الناصر بن عثمان بن معمر رحمه الله تعالى ونو إيمان دونتا مثلا كصوري دون الكتاب ولي هاي أي أرض دي سا كمدها وحاك لو كمدها حسين عبد الله أو قادقي مقالة حريم راها أي كمدة أرديس وحكى الأرديس كمدة أميركي وينا ويلو ضلي سعود بن عبد العزيز الأورنجري أرديس وحكى كمدة أميركي كلي عبد العزيز بن محمد بن سعود أي كمدة وحكى كمدة نيكي الأورنجري أما الشيخ الأورنجري حسن عبدان وأصنع هانشري قاديقي مقالة حريم الله عبد العزيز بن عبد الله بن حسين أيا كملها أردليس حاكرو كملها عبد الرحمن وأصنع هانشري قاديقي مقالة عيينة كبعدنا مقالة أحسان لإلاده قاديك هانشري أردليس أيا كمليهين لمن كاس وحين تصيصا علم جيسا يسدو علم أولاها لأن وحاسو أردي أيك وكرو أن الشي جنبه لما أنتظن النظيبة علوم دي عصر هو وينا وحيث تسيسا علمك الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه من الله رحمة لنا عاسوا أرددسا أنا هو مشايخ ديسنا فضيقه في الخصوط المالي لنا عام مركي لينا ليماده علمك يجهاد كيسي لنا عاس علمك أصغنا حل كيسي آت فوق قيمها بطنا أي كميدي هاي أنت أنا وحنوت المام اللي وقتها جينا عالم كيوينا الأورين شري الشيخ عبد القادر من البدراء وهان شري عالم كي وضن كبرك الأورين شري الشام مركو ترجمة محمد عبد الكاه اللي وحي العالم الأثريوي وعالم علم بناء الله نسبي حديث يأثر كا يراعيتان الدين لون نسبي أيوه والإمام الكبير وإمام كيوينا محمد بن عبد الوهاب بيقول قريب يعني وصفرين مقالة بصرة ليلة يوضن كعراق طالة حجاز أيو صفرين بي السوق هذين هي علمك شرعك وحوع كسو قاطي بي شيخ الأورنج علي أفندي الطاقستاني يا شيخ كلام الحديث كاي إسماعيل العجول الأورنج هي غير كورب وعلماء كم لها وحين أوجاسي أفصح يعني عن إجاز كسية حديث هي سنة كذا أيوة كمينا وصومرني ويبقى السلاحي متأخرين تنضم أهل الحديث مركي أي طلاب تيسي إي مارة واناك جيسي إي آثار تيسي علم جيسي لنا عصونا أي بوحيسي قلوب تيسا للكينا أي بوحيسي أيو هالكاسي دعوديسي كسي ودي كل كدن بيلا ورهرتي لنا آخر وأولتي وحوع بارع كو أهابو يعني عالم كو أها لنا ملاهيب تفكي قبلك اللي أقول مذهب أحمد بن حنبل وحوى هابو لي هاي محمد بن عبد الوهاب من حقه وقرقاره وأنا شو تيس وحوى مد بدعة يا خرافات الله دقالنا وحوى هابو يرمي هور استاقة كوى الجاهلين تواحى الدين تسول حقريين شريعة سامحة كل سنة ضدك قاركوض وحى يسول حقريين ويدين كالليين أيو هور استاقي بي ضدنا سيدا سوي وقال ميين بلي سيدا أنه صمتني أميرك محمد بن سعود وحي خالص يا عبادة إلهي تبارك وتعالى وحينا أخالص يا إلهي جل جلاله وحينا كو خالص يا طريقة ورالقة وقاها كبعدي بين ضدك أبويالين وحدانية إلهي يا عبادة إلهي بين ضدك أبويالين أيضا مكاسي براي ضدك حق إلهي تبارك وتعالى وكل يا مخلوق إيسا ويكمل يهين بن آدم هسا أهاتيب الليهي دعودي وفافيني يا حق ورادينيي كوا بضنو قللنو أنققن oo muqallidiina ayaa isku dayay leeyahay inay hor istaagaan oo aabayaal muyaana kuwaas wax kala aan aqoon ayaa doonay buu yiri inay hor istaagaan hasa ahaatee way ka noogeen way ka daaleen in xaq ay hor istaagaan ila yowmil qiyaamada in kasuuri meeyaan buu yiri ahlul baadil ka inay xaq hor istaagayaan hasa ahaatee xaq ma aragtay faafitaan kisa anintaasi cag u dhigmay buu leeyahay maxay leey ciidamada ilaahay tabaaraka wa taala iyo junuudiisu kuwa maaragtay arrintaasi ay saameynayso ama heblaaya ka hortimin ama hebel ba ka horyimin ma ahaanin buu leeyahay raxmatullaahi calayh
marka aathaartii laga dhaxlay waxaa ka mid ahaa cilmiga aynu soo tilmaannay iyo kuwa noo imaan doona iyo ardadaas iyo mu'alafaadkiisa noo imaan doona. Dhinaca miidaanka cilmiga marka aynu eegno, sidaas ayuu kusoo tilmaamay caalimkaas imaamka weyn. Markii laga yimaado arrintaasi, waxyaalaha kale ee laga dhaxlay dacwada maxamed cabdihaab dhulkeedana lagu arkay miraheeda dhulka lagu arkay waxaa ka mid ahaa gargaarkii xaqa u gargaaray iyo diinta Islaamka, wuxuuna ku soo celiyey dacwada Ilaahay sida ay ahaan jirtay dadkii hore ee salafka ee saalixiinta ahaa waqtigoodii. Yacni dacwada wuxuu ku soo celiyey maxamed cabdihaab siday waa ahaan jirtay berigii dadkii saxaabada ilaa salafkii ee wanaagsanaa siday ahaan jirtay dacwada, oo siday ahaan jirtay caqiidada baraxala ee saafida ah iyo tawxiidka ifaya iyo dadku inay xukun tagaan oo xukunka u raadsadaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, umuuraha xagga diinta iyo adduunyada khuseeniya. Maxaa yeelay xukunka Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa weeye kitaabka Ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo sunnada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, waa labada waxyi taasoo ay ku dul socdeen dadkii hore wanaagsanaa ee salafuna saalix, taas ayuuna dhaba raacay oo dhabahaas ayuu qaaday asheekh Maxamed ibn Cabdiwahaab ee wax cusub lama imaan. Waxyaalaha laga dhaxlay waxaa ka mid ah asheekh Maxamed Cabdiwahaab wuxuu xididada u siibay shirkigii iyo bidcooyinkii iyo khuraafaadkii iyo sixirkii iyo shacwadadii ayuu xididada u siibay asagoo u isticmaalaya kitaabka iyo sunnada iyo aqwaashii salafka isagoo isticmaalaya. Maxaa yeelay cilmigiisu mid fadhiya ayuu ahaa ee mid maaragtay ma ahayn dadka qaarkood ay wataan oo kale ma ahayn, laakiin cilmigiisu wuxuu ahaa cilmi fadhiya oo buuxa oo sanado badan usoo saray. Markaas cilmiga isagoo isticmaalaya ayuu xididada u siibay khuraafaadkii iyo shirkigii dhulka markaa haystay kalka dan hore uu ka qiiroodayba waa inu soo marnay. Dhaxalkii laga dhaxlay maxamed cabdi waxaa ka mid a cilmigii baa faafay, jahligiina ilaa xad waa laga takhallusay, tacasubkii madhabigana waa laga tegay oo waa laga takhallusay ilaa intii maaragtay awooddu ay saamaxaysay. Lianna cilmiga qofku markuu barto cilmigiisa ayuu isticmaalayaa oo cuskanayaa, hase ahaatee dadka cilmiga aan lahayn ayagu waxay cuskanaan waxa weeye eedaa tiriye heblaaya sidaa tiriye hebel baa yidhi un bas intaa un waaye, yacni waa taqliid indala dad horey waxay u dhiibteen ushoodeen, laakiin qofku markuu cilmi leeyahay cilmigiisa waxa u tilmaamaya ayuu qaataa oo ku dhaqmaa. Tacasub ma gala indala sida cadowgiisii ahaayeen oo kale muusa ahayn asheekh Maxamed Cabdi raxmatullahi calayh. Dhaxalka laga dhaxlay waxaa ka mid a walaaliyaa dadka jasiiratul carab deganaa ayuu kulmiyey oo isku soo ururiyey, baynama ay ahaan jireen dad kala tagsan iyo qabaa'il kala tagsan oo nin walba dhinaciisa uu maaragtay qawaaniin gaar u leeyahay, wayna isdhici jireen wayna isdili jireen. Taasuu ka takhallusay raxmatullahi calayh, wuxuu ka takhallusay oo meesha ka saaray asbaabtii fitanka iyo dhibaatada fawdadii dhicii maaragtay iyo maaragtay dagaaladii iyo xadgudubkii iyo xiqdigii iyo caadaadkii khilaafsanaa kitaabka iyo sunnada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ee qabaa'il ku lahaayeen ayuu ka takhallusay oo meesha ka saaray. Wuxuu faafiyey amni oo waxyaalihii laga dhaxlay waxaa ka mid ah dhulkaasi baynama uu ahaan jiray dhul colaadeed, wuxuu faafiyey ammaanka ayuu ku faafiyey oo dadku waa degeen. Ruuxda walaalnimada ayuu soo celiyey baynama ay ahaan jirtay qabaa'il ay dadku ku dagaalami jireen oo maaragtay waxyaala kale isku xiriirin jiray isagu, laakiin wuxuu soo celiyey ruuxda walaalnimada islaamka uu tilmaamayey aasaaska tawxiidka iyo iimaanka ayuu soo celiyey, iyo aathaar aada u badan oo ay garanayaan dadka khaaska iyo kuwa caamka, kuwa dhow iyo kuwa fog ay garanayaan. Waxyaalihii laga dhaxlay ayay maaragtay kuwaasina ka mid yihiin asheekh Maxamed ibn Cabdilwahaab calayhi min allaahi raxma, oo dhaxalkiisii buu annaga maanta haysanoo akhrinaynaa. Waxayna tilmaamaysaa taas cilmigiisa iyo fadligiisa iyo qiimihiisa iyo intuu la-ekaa iyo maaragtay meesha uu ka gaaray cilmiga iyo sunnada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Laakiin dadka qaarkood been bay sheegeeno markay dhaheen madhab cusub oo shanaad buu leeyimid, maxaa yeelay maba garanayaanba iyagu kuwaasi arrinta ay tilmaamayaan ay ka hadlayaan xataa ma fahansanaa. Walidaalika aad arkaysaan markaad nusuustiisa iyo caqaa'idkiisa aan u tagno, aad arkaysaan inuu ahaa nin mubtadica, uusan ahayn nin mubtadic bidcaliyi, inuusan ahayn markaasaad ogaanaysaan ee inuu yahay nin maaragtay haysta sunnadii Nabi Maxamed, markaasaad ogaanaysaan markaad aragteen caqiidadiisa markuu iska waramay. Maxamed cabdihaab waa soo marnay sanadku dhintay 1260 ayuu dhintay,
مركو إن كره حيستحق الوفافي صنود الوفافي بدعاء يراتو معرضي جودتك الشيء مركو كره حيستيشي سألنها كقولودي أياتي الله أتمن تبارك وتعالى وإلهي جل جلاله أي حق سأقولي إلهي نود مدافعه أولنا حريستان نغبر يناي حوكتك كبعد مركو ديطي أثارت عن صورة الماني وحاكمي وحيلو كتري كتب وألفي يقرا الله يمارتي علمي قرن وكتري لنك عالف أنه علم اللي نحلقه وقالا قرا الله ده وكتري يكتبت وكتري كتبتي سنة ما انتوا أركينا النوعية ده أيهين مركز أركتان وإلى أركتان أياد وحد وقال إنسان إنه علمي لها أيهين كلا مركز هذا وقال إنسان مركز أركتان dadka qaar kood waxa ay ku hadlaan inay kharad tahay ee maxaa abdo wuxuu ka tagay kutub qaymo badan oo midba uu mid kale ka dhicin ee kutubtiisana jaamaca ee imaam maxamed bin suuud al-islamiyya riyad ku taala ayaa kulmisay oo hal meel isku ee dubariday yaani isku kulmisay oo 12 mudilla ay noqday inta ay markaasii ay awoodana helee walaafadkiisana waxa kamida oo maaratay jaamacadaasna ay kulmisay marka kitabu tawxiid oo ah أن توحيد كاسكيرا يقدم لك لها كتاب توحيد الذي هو حق الله على العبيد وحال قتري كتاب كان كتب تيسك هو قائسا يقول رحضا بدا يقول معا أيال قتري هو ألفي هو قيمها بدا يقول قائسا أيال قتري وكتاب كان لي عقيدة توحيد كون أركي ميسر إلا إلهي باير رسول كسائر علماء دي باقت في السبتين ويان وحكا لك أركي ميسر oo maaratay ku arkimaysa sida qarqood ee kutubtooda ku qoraan raayigooda oo kale iyo maaratay qofka raayigiisa iyo qalbigayga rabbi iga waramay waxaas ku arkimaysa een aayadi hadiis ma ku arkin iyo tafasiirta culimada iyo fahamka saxaabada iyo aathaartoodi kitabkan soo ka mid ah kutubtiisa oo ka tagay ilaa yoomina hadana aan maaratay yalla ilaa xataa luqada kale ma loo turjumayba oo aan carabi ahayn qarqood ee soo ay tacliiqaad saareen qaar ay shifcan u sharaxeen لمن كشرحنا حكم إذا لبوا ولا أبوا بها والله كتابه من فتح المجيد بلي هذا عبد الرحمن حسن الشيخ وعسكره من أبو حلي هذا وعسكره تيسير العزيز وياه ويل كيس سليمان أي عسكره أبوا بها استوى لوجوس كان هو لوجوس بالو دارات كتبت حكم إذا كشف شبهات ونمن شبهه ينكسر أروريا يربى جواب يايو oo shubooyinka ay daawadu ku soo aruriyeen iyo xayaaraha maareynta ugu yareeyay ayuu si fiican uga jawaabayaa shubooyinka maareynta tawxiidka ee dhinaca qabuuraha ku saabsan kitabka ilaa thalathatul usul thalathatul muhaqqaqa waa kitab qiimo badan weey qabriga markaad gashid su'aalaha lagu weydiin doono waxa ay yihiin buu sharaxaya oo ka waramaya saddexdi asal oo ah diintaadu maxay ahayd rabbigaas muxuu ahaa rasuulkaas muxuu ahaa waxa raayid iyo xadiis aan kuma qorna waxa ka mid ah qawaacidul arba'a قواعد الأربعة أنا راح أوي وتخليص وياها كشف شبهات معاني ذوك هاللي أيوة أصدق هاللي وأنا أفر قاعدة أيوة تمام يا سلا عوان كبار ذوك دري من كرتانبا كتبت سوحة كم إذا فضل الإسلام إسلام كفضل يزي قيمي سوك هاللي آثار بلان بون بسؤال أولي وحكر كم إذا ستة أصول كتاب سريع صدح لح أصل كهاللي لح لا أصلا أي كم ذي هي دوت من الدولة دي نظام سنستان هذا لا أضيع عن دولة داس حاكم إذا كتبت أصول الإيمان كتاب إلى إيمانك أن أصل تيسو كهالليا مسائل الجاهلية كاملة كتب تيسا وحاجة كاملة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد قفك عن توحيدك إلهي ولا إله إلا الله عن قرين محمد رسول الله قفك عن صدع أوران وأن طرفه مجنون قال يا حديثك كورمية يعني كتابك كورمية وأنا أتكتر قانا قفك عن توحيد زمد لي ما هو هيستغل سماع أصل وحاجة كاملة كتب تيسا قيب الله سوك يعني رسائش سيدنا عن توحيدك إيمانك كاملة لو كل مية مل وحكى له كم إذا رسائل كاز أو كجرة رسالة لي هذا الجامع للعبادة الله وحدة رسالة كرة لي هذا معنى الطاغوت رسالة كرة تفسير كلمة التوحيد وحكى له كم إذا تعليم الصيام التوحيد عيال التوحيد كلا برا وحكى له كم إذا قفك مسلم وحياله وشرك إسرائيل عليهم كرا وحكى له كم إذا وحياله واجب كوكو قفك استوى مسلمة إنه أقاله رسائل نوعا كهاللي كم إذا مجموعة الرسائل في التوحيد والإيمان وحكى له كم إذا كتبت نواقض الإسلام كتاب كل إله وصلاة وحيلة تبيه وسيدة وحيلة تبيه أجره هذا الإسلام وحيلة تبيه أيضا أجره وحيلة سبحانه وتعالى عليه من الله رحمه وحكى له كم إذا كتاب الكوائد كتابية كوائد تواوين دمبيلاس
كتاب كهلا يا نوعية ضلا أيو سكلي هاي وحاكم إذا كتبتي كتبتي سام مختصر الإنصاف وشرح الكبير كتاب الفقه يا حنا بردها وآت كوينا مثلا يا محمد كهلا يا أيو صو اختصاري كان واحد كده رئيسين يسألوا علمي جيسو آدو سبعين وحاكم لو كمي كتبتي سا آداب المشي إلى صلاة صلاة ملك الآداء يا آدابت اللغبة هي قفك يا أحكام تا قيبك من الصلاة أيو كهلا يا يمارتي وحيلا صلاة قطع اللغة وحاكم لو كمي مختصر سيرة الرسول أن سيرة الرسول في كتابه كهلا يا ونكسر جابيه سيرة من هشام عليه من الله الرحمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنه شعر أي ثانية وسيرة وحاكم إلى مجموعين من الكوس ورودي فتاويه سي مسائش سي كتبت سو حاكم إلى فضائل القرآن كتاب إلى استنباط القرآن كتاب إلى تفسير آيات من القرآن كتاب إلى تفسير سورة الفاتحة ووقف كجهر نوع عاسي أي سترين وعلوم التفاصيل ترى بدن والغي فاتحة يعني القرآن لا فسران لا صعوته لكن كتاب قوني سورة فاتحة نك أوجه الله وأسرع قام هاري الله أراد قدمنا الله مقال أيون كجه الله وتفسير سورة الفاتحة أسوأ مطبوعا وأصوب حي كأن واحد من دمك كتاب دار عنزي صلاة إنك الله أسوأ فسر يا دم سورة الفاتحة صوت حقيقة قيم وظن بصوب حي أسجل كتاب دوا إسكلي يعني وتفسير سورة الفاتحة مختصر زاد المعاد زاد المعاد كتبتي كملها من القيم وقيمها بدنا أي صو اختصاري نيكا أرنتا سمين كرانا وانين عيد مجي سؤال وديري هاي وعيد كرا مجري كرتا أرنتا وحاكولا كمي كتب صو اختصاري مختصر الصواعق كتاب كلي لأن القيم اسكلي هاي مختصر العقل والنقل كتاب لي لأن وحاكولا كمي مختصر منهاج السنة شغال الإسلام اللي هاي كاورنا سقالي فتح الباري من حجر العسكران أي صو اختصاري مختصر عليك حالا صباحة المامية كتبتا مركب قلو صو اختصاري إنو علم يسو أدو سرهي أو نين علم بلن أو قيمة بلن وحاية المامسة رسائل لنعى شخصية دي سكوتا علو وأيقنا لكل ميك قولي لو ضابع عن ويترا وقاري إلى كنتون يكو رسالو حاكا لو كمي كتب تيسا أحاديث والأحكام كتاب بيرادو حاكا لو كمي أحاديث الفتن فتن أحاديث كالليسا كتاب وكو جمعي حاكا لو كمي الرسالة في الردة على الرافضة رافضة ورسالة رسالة وكور الدنيا وحاكا لو كمي رسائل كتب تيسا رسالة وكهالة سورة الأنفال وكوفة السرية مجموع الحديث على أبواب الفقه كتاب إلى الأولية قارن حين هو حديث الأحكام تهراء عن صوت المامي كتب تاس هي كتب كلا وآنة المام أي محاي عبدها لحال أوقتها وضطك أوقتها مجموعة مسائل وشغل سلام لها وصول اختصارية حتى قضى من المنبرية وكتب قولين وضاوعين الأولية وكتب جزراء الجمعة كهالي صورها مرك كوا يقوك أي شيخ الإسلام ضمب محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وكتري ورحلة تان وحي تلمامي زين عالمها حسا هذه حاسدينتو أيوغو حقا أجيلة أو أركيا إنكري أيوغو أركيا إنكري لكن قف كسا أو عقل سليم أصحيبة إنديه سنة يسود جيدان عدالتنا صميني وأركيا إنو هنن عالمة والرعداء ولذلك نوع من دوران قيبة كواسي كاملة حتى يكون قاردة المفكرين تواوينا الباحثين تاي حتى قاردة يهي قلبيت كورا شيء وحي قيرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وها نين آدو قيمة بضن ورحل كتغي سيدا أيقو قيرين أنه أيقو أن عسكني لكن حق كواس عدو هذا وحا وكاقا مفراتي كعو فضيق وحوي وحي عدو هذا كور قيرا عدو انت بضن كفيلا الميزي إن أي ونا كور قيرا لكن حضي كور قيرا معاني دو حوي حقي بعدين عكس استابيو انكراد دي ويصورمات كتبتي سنة ميلا بنا ولا سليمان السحام بكمدة رسائل إمام الدعوة السلفية محمد عبد الوهاب وكذا الله يو مجموعة الرسائل المسائل النجدية اللي رادو ينقاس إنه هذا كذا دور السنية روضة كتبة جوا وين وهي مسائل محمد عبد الوهاب أتباع رسائل إمام الدعوة رسائل شو كتب تظهر لوجو نقول مركب محمد عبد الوهاب كتبتها أنا أرجني عبد الله أنا أرجني aan fadiga aanu aragnay iyo ka tagay asbaan soo marnay sida daacwadii soo ku bilaabatay qariibnimada leh taasoo ku rumaynaysa in xadiiska nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ee saxiix muslim ku qorna xadiiska abdullah ibn mas'ud aha oo dhahay bada al islam qariiban wa sayuudu qariiba islam ku soo qariib wala yaabin ayu wa sayuudu qariiba qariibnimadii waxa ku noqonaya qariibnimada nisbiya loo jeedaa marka
culimadiisina waa soo marnay oo fadhigeena horaan ku soo marnay culimadiisa intaa ay ilaakaan si waaweynaayeen culimaa waaweyna inay ahaayeen walidaalika dareemi kartaan ninka intaasoo caalim leh intaasoo culimaana wax ka soo qaatay uu yahay nin cilmi leh cilmigana u baahsoon oo u baahan marka imaamka aynu aragnay sidaa u qiimaha badan dacwadiisu maxay ahayd yacni caqiidadiisu maxay ahayd muxuu aaminsanaa waa soo martay tarjamadiisa magaciisa iyo goobtuu dhintay wuxuu dhaxaluu ka tegay marka caqiidadiisu maxay ahayd ma caqiide ka soo horjeeda caqiidada islaamka ee saxda ahayd mase waa mid kale asagaa inkankii iskankan baxayaayo asagaa idiin sheegaya arrintaas risaalo uu qoray dadkii deganaa magaalada qasiim la yidhaahdo kolka ay soo weydiiyeen caqiidadiisa ayuu halkaasuu caqiidadiisa kaga hadlay risaaladaana waxaa lagu nashriyey oo lagu faafiyey qaybta khaaska u ah rasaaisha sheekha weliba qaybta koowaad oo midda ugu horeysa weeye halkaasaa lagu nasiyey duru rasaniyana waa ku qoran tahay jiska koowaad risaaladaasi waxay beledkaasi dadka ku noolaa soo weydiiyeen sheekh maxamed wahaab caqiidadiisi waxay tahay walidaalika markaa caqiidadiisii ka hadlay iyo waxa ay tahay iyadoo goonina loo daabacnay way jirtaa oo la sharaxay oo culimmada u adeegeen marka laba safxi waxaasi ku dhowdaa iyo ilaa saddex safxo marka bal waan ishaaraynaa caqiidadiisu waxay ahayd marka markaad ogaatid caqiidadiisu uu sheegay inuu aaminsan yahay waxaad ku miisaantaa markaas caqiidadii dadkii sunnada iyo salafkii wanaagsanaa caqiidadoodii wuxuu yidhi markii lasoo weydiiyey caqiidadiisa maxamed cabdiwahaab oo la yidhi caqiidadaadu maxay ahayd ayuu wuxuu yidhi ushhidu llaha tabaaraka wa tacaala waman xadaranii min almalaa'ikati ilaahay waxaa maqraati gashanayaa buu yidhi iyo malaa'igta ila joogta waxaa maqraati gashanayaa wa ushhidukum adinkana waxaa idin maqraati gashanayaa annii actaqidu inaan aaminsanahay caqiide ii tahay mactaqadat lfirqatu naajiya ahlusunnati waaljamaaca waxay aaminsanayd firqadii iyo kooxdii badbaaday oo ahaa dadkii sunnada iyo jamaacada u saaxiibka ahaa inaan arrintaa aaminsanahay waxaan u maqraati gashanayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala adinka malaa'igta ila joogta wuxuu yidhi arrintaana waxa weeye iimaankaygu waxa weeye min aliimaani billaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi waalbacthi bacda almowt waalimaani bilqadri khayrihi wa sharihi wuxuu yidhi waxyaalaan aaminsanahay firqadaasna ay aaminsanayn waxa weeye dhinaca ilaahay xagga iimaankiisa marka loo eego malaa'igtii kutubtiisii rusushiisii qiyaamha in lasu soo bixin doono geeri ka bacdi ay nala jirto iimaanka la rumeeyo qadarka kiisa khayrka iyo sharkiisaba arrintaa waa rumaysanahay bu waxaa ka mid a min aliimaani billahi waxaa ka mid a buu yidhi iimaanka ilaahay la rumaynaya waxaa ka mid a aliimaanu bima wasafa bihi nafsahu fii kitaabihi wuxuu ilaahay isku tilmaamay kitaabkiisanu ku qoran ayaan ku tilmaamayaa u rumaynayaa buu calaa lisaani rasuulihi calayhi salaatu wasalaam carabka rasuulka waxyaalaha oo iskugu sifeeyey yacni nebi maxamed u sheegay dadkana uu yidhi maxamed oo dadka u sheeg calayhi salaatu wasalaam inaan sida ahay sidii baan u rumaynayaa ilaahaynu sidaa ku sifaysan yahay min gayri taxriifin walaa tacdiil bal actiqid waxaan aaminsanayo an allaha ilahay laysa ka midli shay wax ilaahay la masala oo la tusaale ah ma jiro wahuwa asamiicu albasiir waana midka wax maqla haddana wax arka ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yidhi falaa anfi canhu maa wasafa bihi nafsahu naftiisa ilahay wuxuu ku tilmaamay u diidi mayo ilahay wuxuu yidhi waxmaan maqla ma dhahay waxma maqla ilah ilahay wuxuu yidhi carshigiisaan carshigeeda ka sarreeya ma dhahay kama sarreeyo wuxuu ilahay isku tilmaamay u diinaya ma ilahay baan kaga aqoon badannahay nafsiisa wuxuu yidhi walaa uxarifu lkelima can mawaadicihi ereg iyo kelmadana booska ilahay iyo macnaha ilahay ka leexin mayo walaa ulxidu fii asmaa'ihi wa aayaatihi aayaatkii ilaahay sifaatkiisana leexin mayo qalloocin mayo macnaha aysan lahayn ku fasili mayo walaa ukayif walaa umathil fii sifaatihi tacaala bisifaati khalqihi sifaatka ilaahayna ku tilmaami mayo kuwa makhluuqa ku sifayn mayo liannahu tacaala laa samiya lahu wax u dhigma ilaahay ma jiro walaa kufa wax u qalma walaa nidda lahu wax u dhigma iyo wax u qalma iyo wax ku magaca ilaahay ma jiro walaa yuqaasu bikhalqi khalqigiisana logama qiyaas qaadan karo fainahu subxaanahu aclamu binafsihi wabighayrihi ilaahay isagaa naga yaqaana naftiisa iyo weliba makhluuqa kaleba xataa annaga isagaa nafteena naga yaqaana oo yacni adaala kule nagu aqoon badan maxay isagaana abuurtay wa astaqu qiila hadal iyo wa axsanu xadiidan sheekana ilahay isagaa u fiicnaaday u run badnaaday fanazzahu nafsahu cama wasafahu bihi lmukhaalifuuna min ahli takyiifi watamthiil ilahay naftiisa wuxuu u diiday oo ka nafiyey waxyaalaha dad badan ay ku tilmaameen naftiisa ku sifeeyeen wa cama nafahu canhu annaafuuna min ahli taxriifi watacdiil dadka asmaada ilaahay duuriya waxay ilaahay u diideenna ilahay wuu isku sugay
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفرقة النادية ويكوح لبدبادي فرقة لبدبادي تلكي النبي هاي سوحي لي وصد وحي الحلحات كثي بين أفعاله تعالى بين القدرية لأن القدرية الوحي ليلة وحكستو بلا آلن كان أمصمي إلهي هو رويم وقيم جبريل الوحي ليلة وحكستو بلا آلن كان أمصمي إلهي باكو غصبي مركا لولا الحلحات بانا وحان لينا وحكستو أدونها كدعي إلهي هو أقيم هو رويم وسيق ورشي حتى يوم ما أبوريم بلا آلن كان استخيار وأيو الشيء ما خصبي ساسا لينا وهو وهم أهل أرسلناها فرقة النادية في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية مرجئة ذي نمك وعيدية ليرادو خوارج معتزلة الإسلام لا سكوت الربا لاسي يعني حاد بيجيهم لأن نمك معتزلة ذي خوارجته وحي اللي ينقفك الدم يمرك سميها وبانش يا دين تقبعي أي ده هي مرجئة ذي وحي اللي ينقفك دو الدم كساسا بي إيمان كيس هو بحايو نبي محمد بكو إيماني هاي بيليه أنا وصيد عليه من قفك وناك سمين أنا كنا مرجينني وناك قفك حمانت صمينا وعب صنينا حتى عليه من هبل نار بقليا أما هبل كنا بقليا عليه من لا إله إلا هو تبارك وتعالى تسلي وهم أهل السنة يا فرقة الناجية وصلوا في باب الإيمان باب إيمان كمرك الأب وحول أحد حاد كطاي يودينا دين عدين بين الحرورية والمعتزلة حرورية خوارج عن خوارج زوي وبين المرجئة والجهمية أي أحد عاد كي والله جي يا باب إيمان كينا يرادان لما أنتوا إيمانكم مزيادة أو من نسخامو أشاعرة أنا كدر ما تردية ما كان يرادو إيمانكم من نسخامي اللي من الزيادة ومعنى ذي وحول إيمانك قفقة وبوحة ما كستام الدم كساسوي أنا بسيط لين ليه ما ينالين إيمان قوة زيادة وأنا نسقامة مع سيدو كو نسقامة أتك يا خير كي عبادة يضاع على نكو زيادة مالين وهم أهل السنة وفرقة ناجية وصدوا في باب أصحاب رسول الله أصحاب النبي محمد مركي لو أقدنا عاز لحد حال بكيين بين الروافد والخوارج روافد وشيعة غيبة كمدة يشيعة رمانبا يخوارجت أهل السنة هي فرقة ناجية لحد حال بكيين لأن خوارج صحابة الرسول قيبة كم إذا قال يسيين أو كحد قدوني وقال كود إلى إدري خوافضنا صحابة قيبة كم إذا أي سيء وين يسيين أي وحي قال يسيين إني عابدان ردها الإله هو وعالي بلوك يعرفوا فراهيا تاصله من صحابة فضل قضاء وضع قرينا أن وانا رمينا أن إيمان كودا يعني يفضل قضاء إلهي وشغان رمينا وانا أمانينا أفكينا وان كهيسانا وحي إحمر يأيك واعتقد وحنا من سنة هاي ومحال عدو هابي أن القرآن قرآن كلام الله هذا الكلام إلهي إنه جاي منزل مثل لسود الشيء إنه جاي ولا سود الشيء غير مخلوق مثل أبور مخلوق ما أهاني ساسا عم سنة هي ساسا لا يهدي منه إلهي حق يسوع بدأ كسر بلا مي وإلهي حق يسوع يعود أنه قرية يعني القرآن إلهي حق يسوع كيم إلهي من قيام وغنية تبارك وتعالى وأنه تكلم به حقيقة سح حقيقة من إلهي وهذا ليه ما إنه أن مجازي وحوي أن ألفاظ الله عبيرية كما قال أهل البدع من الخوارج والمرجئة والكلامية والكرامية والأشاعرة والماتوردية لما أنتم ساسلي روحي لي كرام من حقيقة إلهي وأبوها الله إليه مين نرك هذا كإلهي تبارك وتعالى قرآن كاسا أسرع سي حقيقة أبوها الله ومطه إنه أن حقيقة هم أبو مصادين إلهي تبارك وتعالى وأنزله على عبده ورسوله وأمينه وعلى على على وحيه وحيو كسود تشيي أدون كيسي يا رسول كيسي يكو آميني كنا آميني وحي كيسا سبه وشيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يو صفيره صفيرك ودحي بينه وبين عباده سبه يمارك أدون مدي سودحي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أها نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيو قرآن كسود تشيي وانا هذا الكلاي وحقيقة كاسا ليه بجو وأؤمن وحن وميسنا بأن الله فعال لما يريد إلهي وحد دون إنه سمين أجيحي وعيد كهر إستايك التأيس الترم أيان عمي سنة ولا يكون الشيء شيء ما أهاضه ودوك وحوك مدعان إلا بإرادته دون تانك إلهي مويانا وحك لأدونك كمدعان وحي إلهي دون ما كدع يدوك ولا يخرج الشيء شيء كبحمية عن مشيئته دون تانك إلهي كبحمية شيء وليس الشيء في العالم بليه أدونك أنا شيء كمدح جرب بليه ويخرج عن تقديره قدر كلا كده بعكا ولا يسر إلا عن تدبيره شيء سوفر المجرى إلا إله ما ملك سيك سوفر ولا محيد لأحد عن القدر المحدود بليه قف كلا حنكر وحي لو قدرين المجرى ولا يتجاوز من أطافك رقفنا ما خط له وحي لو قري في لوح المصدوح لوح المحفوظ وحي لو قري قفنا ما أطافك رقفنا وأعتقد وحنا مسنه بليه الإيمان إيمان إلا الرميلي بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد روحه قوة رمي تمان إلا رمي يعني أمي سنة يويل
وأهانا يمين ما يكون بعد الموت جيرينا كبعد وحيالها غلب كل مدونة وحاكم إذا مقر فأؤمن وحر وميسناي بفتنة القبر ونعيمه قبر عذاب كيس نعيمه ديسة والبضة وميسناي وبإعادة الأرواح نفط إن الوسوع علين دونا إلى الأجساد تركيا هذا الوسوع علين دونا قدك أيام في ميسانا يوي تدن منه الشمس قيامها قرحة الأسوع الوالي ستدكا تازان في ميسانا يوي وتنصب الموازين وميزان دينا والله صوري دونا وتوزن بها أعمال العباد الضمان أعمال شو ذلك ميزان دونا هسا أتي فمن تقلت موازينه أولئك هم المفلحون وفق الإيمان وحوي وفق أعمال شيء ثمانات سنة بالنظار ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كو أعماش حميد أي بلطه وأعماش في وناك سنايد أي كو يراته كو أسيوا كو خساري جانا أي سكو عريان بلهي أصوى كو رمي كالذي كو مرافقين تا وتنشر وحا لفظين دونا لصو بلعي دونا الدواوين ديوان دي وراقيها دون كتطح له أخرى لأن قفك استمر الباسارة وحكا قرية قيامها الله صو صاري وحلي أخرى وحولي يا مكة عليه رحمة الله فأخير وحا كمي تدخل كتاب الله صو صاري كتابه بيمينه مد كتاب من التقرب سنين وأخير كتابه بشماله مد من التقرب سنين واتشرا بليه وأؤمن وحر ما سنة بحوض نبينا محمد بحوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعرسة القيامة قيامة بنان كذا يعني قيامة لغشر في دوم ما أبو به سأشد وحكدرني بياد الحق عدانة من لبن عانها وأحلى وحكم عين بليه من العسل ملك كم عين آنيته ويرش لو عبيه عدد نجوم السماء حدقها عرقه وكربي تري لاجين من شرب منه عيد كعبته وما رتي كعبته شربة هل كعبته لم يضم بعدها أبدا ولي أمي مي أنطم قوان مي يقولي وأمي وحر ومسنا هبليها بأن الصراط المستقيم تذكر صراط منصوب إلا دول صارع على شفير جهنم جهنم دول شهادة يمره به الناس ودك صومري دونا على قدر أعمال نور بعمل سيوك صومري دونا وأمي وحر ومسنا هبليها بشفاعة النبي نبيك الشفاعة لي سأيان رميساني تانا رد وحكوطها يكون يروين كلاي بردين كوطها وأنه أول شافع وأول مشفع مثل شفيعي كالوه الرية لغانا أكبر الشفاعة إنه يهيان رميساني نبيح عليه الصلاة والسلام ولا ينكر الشفاعة الشفاعة قيامها الرسول إليه يمومنت إليه ما ينكره إلا أهل البلع والضلال والضلالك يبادد يبلع صاحبك المياه ولكنها هسأت شفاعة لا تكون أهان ميسو إلا من بعد الإذن والرضا قفك إنه إلهي خالك أهاضه هدنا الله إذن الله شفاعة ميانا سكرك إيمان نسوله كما قال تعالى سيد إلهي ليه ولا يشفعون الملائكة وما شفاعي قيامها إلا لمن ارتضى قفك إلهي خالك يا ميانا وقال تعالى إلهي عليه أبولي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قفك لا إلهي أكتك شفاعي إلا إنه إذن إلهي ميانا إذنك إلهي كور يا شفاعي قالك له شفاعة قالك له وكيف إلهي ليه تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات بإلهي ملك بدنا أو سماوات كتيرة لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعة ضوحي صغبني أو عدة يشفع عن شفاعة وحقتني إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قفوا إلهي أذن مويا ومكر عليك إياي ومارتي أؤمن الله شفاعة مويا وهو إلهي لا يرضى عليك من نقضي إلا التوحيد التوحيد مويا وأنا توحيد قد قوي يا ولي مكا الدنيا أخيرا وضطك ومتبادني يا ولي وبمعنى وحجرة التوحيد قد أخيرا ومتباني سانا ولا يأذن بلي هي إلهي وما إذمه إن الله شفاعه إلا لأهل أهل كتوحيد كمياني وأمر المشركون كون مشركين تيقال هذا صماء فليس الله من شفاعة نصيب شفاعة أحبكم لها دفكم لها النصيب طوما كما قال تعالى سيد إلهي فما تنفعهم شفاعة شافعين كو شفاعي قيامها وحبوا قبل ميسا قال لكم منافقين تينار تقلي وهذا الكمحان عبدها سوى عبدالي عبدالي ومن وحر ميسانا بأن الجنة والنار نار في جنة مخلوقتان كوالا أبورينيهين وأنهما اليوم ما أنت إني موجودة تاني جوجان وحدا يجوجان وديهم يقيام على أبو ريا تنا ينار حدا يديانه وأنهما لا يفنيان ما رد ما نيان تنا ينار وأن المؤمنين كوا مؤمنين تنا يرون ربهم ربي قلني كوا أركب دونا بأبصارهم من دخول يوم القيامة ما أنت قيامة كما يرون القمر ليلة البدر ضي حاليك أبرية تمناسي وأركيم دخول لا يضامون في رؤية أيوة سكعي ريدني على كذا تبارك وتعالى وأؤمن وحر ميسنا يبلي عليه من الله الرحمة بأن النبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لها كوي نبياش ودمي كي نبياش ودمي صلى الله عليه وسلم والمرسلين كوي لصادر ودمي فأنا فرد حكوتا ذات القاتل بين أمر في الليتر لا إماضي وقال هاي محال عبد الله وحشكت النبي النبو سبحانك يا علي ما سيقم والا كمبا خاتم النبيين لها نبي محمد النبي ودمي رسوشي ولا يصح ما أنصحي وليه إيمان عبد قف إيمانك ما أنصحي حتى يؤمن برسالته
رسالة النبي محمد إلى رومينيو ويشهد إلى قريه بالنبوة النبي نبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام قفنا إيمان كتوصيح ميوليه وإن أفضل أمته أمة النبي محمد حقوفة بذنب الله أبو بكر الصديق نكي الأورنجري ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين كي لويقاني ثم علي المرتضى رضي الله عنهم وعن الصحابة الجميع ثم بقية العشرة تونكي تنظر لغو بشارية صور دي لحظة كلا ثم أهل البدر يكو حيقان ثم أهل الشجرة تباعة الرضوان يكو حيقان ثم سائر الصحابة الصحابة كلا رضي الله عنهم وأرضاهم فيه رحمة الله عليه وأتولى أصحاب رسول الله صحابة رسول كلا يولي بان كد إقانيا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأذكر روحا شيقيا بمحاسنهم ونبيض أيا شيقيا بيه وأترضى عنهم غالبا إلهي وضل بيا بليه رضي الله عنهم بليه وأستغفر لهم إلهي بان الدبدا فوضل بيا بليه وأكف عن مساويهم حما أنت كدعت على قاركوز بشر بيا هايني أفقيا كهي سنة يوم الشيخ شيقيا بليه وأسكت وحن كأ مصيا عما شجر بينهم صحابة روحا كدل لعي سيدة معاوية علي رضي الله عنهم وحولي وأعتقد وحن أمسنه وفضل فضلي وضائيا أمسنه عمل أنا وكو عمل فلي بقوله تعالى هذا الكلاه تبارك وتعالى محايا لمحايا عبد الله وقوة فرنبا إلا آيدي حديث نقوع من فرنبيان وحيري إلهي تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواني الذين سبقونا بالإيمان إلى يحيي القوة إيمان ضونا مركو كصور من إلهي أنصاري المهاجرين أي يحيي القوة أنصاري المهاجرين كبعد إيمان ضونا محايا لي أنه أكملنا محايا عبد الله كمليا تابعين تكمي دلتونا محايا لي يقولون ربنا اغفر لنا إله النود ميدافع النجا يولي إخواني الذين كوي ولا عليهنا سبقونا بالإيمان إيمانك نجهري وصحابها ولا تجعل في قلوبنا قلوبنا أنها قريه لها يلي غلا حماني حسد مارتي أورك أبوها إن صحابة رسولك للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم تأسولي يا محمد إله يوم حيسة جندنا كورا وأترضى وحرى لي إله يبطل بيه رضي الله عنهن ضهيا عن أمهات المؤمنين هو يوينك المؤمنين تنمي محل حاسس كيسا صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنهم المطهرات اللي طاهر يالي من كل سوء حمان كسر اللي طاهر يالي وقر وحان قر يا بليهي بكرامات الأولياء أولياء الإلهي كراماتكم أيام قرية بليك هذا الكل ليه قار وحي لين كرامات كأولياء الإلهي وان كري بنتو أساقر الدنيا واكنا كرامات كأولياء الإلهي وان قر يا بليهي محال عبدال أساقر أولياء الإلهي كاملها تبارك وتعالى يوما الله من المكاشفات يوحي إلهي تصي وإليهن وإلهي مقرقاري إلا أنهم وطميشن سكو خلافي إلا أنهم هساءتين لا يستحقون من متيستان أو حق ملاهن أولياء إلهي من حق الله تعالى شيئا إلهي حقي سوح أي كلهم مجرته وإلى العابد ميو لبري ميو ساق الله ورسان ميو عافي ما لقوه يدين ميو أيوه حق ملاه واحد إلهي بحق له هساءتين كرامته إليه لكن أهل بدع محيدهن وحيدهن ولا بريا ولا بركيسان يا ساق الله لقدر بيه وهكذا هل كاوي ماشي سكو خلافي محل عبد الوهاب ضدكي لمر ميي يا اهل البدعي يكون خرافه وصاحبك وحي اسكو وافقسان يعني كرامه اوليه حسات وحليه كرامه اوليه سيده الله وسيه وسيه ايغنا حليه ما حق الله ولا سينيا ايغا لبريا ايغا ساقد وجيسنيا هلكا وي ميش اسكو خلافي سيده نو ايمان دوت ما كان شو هوين كجواب دون وحليه من حق الله تعالى شيء محمد ولا يطلب منهم لغنا فادن ميا اوليه الله ضدك وناكسن ما لا يقدر عليه الا الله اله مويانا عدك وحيس أودن أيق الله طورني عرور الله أود كريم عدك ما أود حتى النبي محمد عرور ما بحنا عليه الصلاة والسلام قفل بحق بلي ولا أشهد مقر يبي أقر مي ولا أحد يروح وغم خراتي كعمي أو من المسلمين المسلمين تكمله بجنة ولا نار قف مسلمين تكمله ديه مي هبلو أدو جنة جريسة أدو نار بات جريسة ديه مي إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النبي محمد عدو غم خراتي كعمي جنة أو نار مويان لكني هسا اعتب لي ارجو وحن ارجينيا للمحسنين كو وناغ سمينيا ايام وناغ يجن ارجينيا بلي هسا اعتب او غوين ميو ديه ميو حسين او جن غليس يا حاو وحو لي هي الى يوم حريسته واخاف على المسيء قفكو حمانت سمينيا دم يغ سمينيا دم يغ كو جيره نار بان او عفسنيا بلي هسا اعتب ديه ميو نار بد غليس ديه ميو او حكومي ميو لكن وحن لي نار بقى قاعد عشان يوضل يدي بهاي سايس كيل على ولاك يوم ولا أكفر قاريسين ما يقول لي أحد نروح قاريسين مدين تكسر ميو ومن المسلمين المسلمين تكمل بالذنب ذنب وقاري سببتيس وقاريسين ما يقول لي وحلي ولا أخرجه كان ساري ميو من دائرة الإسلام الإسلام تحرد يسكسر ميو قف كستو مسلم إلا وحلي هيك ساري مويان سلام الله يمنطو
لكن قفنا قال يسمى ولذلك هل كو كور الدنيا كو دهي مسلم كو قال يسمى جري بنتو كذابين ويقواس ما يسفيرين وحو امن سنه محل عبد الله كتبتي سمي صدارا لكن ضد باكي كو مستاغي كو اسا غورمي بيننا كو اخري بل اخري كتب محل عبد الله مركز على كيسان حق القران مركو خليه قف مسلم دبي وسمي دبي وس دونها نقض زنا لها حمارها وحو دونها دبي وس كسا كبيره ايو كاليا مكو قال يسمى مرك خوارجته كمان بدهم بلي رحمة الله عليه وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا أو كان فاجرا جهاد كان إمام صعوني وأنا من سنة هاي إلى يوم القيامة وصعوني لشركة إمام كي نك الدولة اللي مدحونها كيس حنية كيس في عن دولة مدحونها حنية مدحونها في عنبة لشركة ذا إلا راعوا عينك والله من نقض للجهاد ayaan arkaa buulay laana jihad ka shuruudisa xakamayay inay dawlad amarto oo dawlad maamusho ma aha kuwa meelaha iska yaacay oo kale kuwa si jihad ka meel jihad oo sheedan kuwa saasay ila jihad oo sheedan ee culimada ku magacaaba jihad al-khawarij wuxuu leeyahay maxaa abdii salaatul jamaa'ah khalfahum jaa'izatu aaymada faajirinta gadaashooda in lagu tukado salaad ku ansaxdo waa ku ansaxaysa yaani waa arkaa buulay waxa soo dhan wuxuu u dhahay waxa weeyo suu in kiro tuhmada lagu tuhmayo ah inuu khawarij ka mid yahay macna kama mid yahay bulay kamida kooxda daalimiinta koox firqas kama mid yahay bulay wal jihad maadin bulay jihad wasaaniya mundu ba'atha allah muhammadan ila nabi muhammad saw bahay laga soo bilaabo ila an yuqatila akhiru hadhihi al ummati ummada kar ugu dambeeyo la dagaalamay ad dajjal ka loo yaqaan la yubdiluhu jawru ja'ir nin dulmigis mabbaabe in kar jihad ولا عدل عادل من عداله سمين عداله دي سمبا بين كم رجال هو حكم كامل الشريعه الاسلام كامل هو حساته شروطي سالو باهين اسك قال ما اهم شروطي سالو كذا سدا صلاه وشروط باهنت هي يا سنه شروط لوغه باهين علي رحمه الله عليه وارى وجوب السمع والطاعه لائمه المسلمين مدح المسلمين تعين اطيع الله مقرو لا دنبيه اني واجب تهي ان عقيده واركان لي برهم كود وناكسن وفاجيهم كود ما لم يأمروا بمعصية الله تبارك وتعالى انت سن امرن حمانت يدمي اداي حمانت امرن ما ادي عن يدي نفط هذا وحمانك ادي عن كذا قف كلام مالك فلا سمع ولا طاعه ويا هدي ان حمانت امرن حساهت لا دغالم ميس كو بخيميس تن و هو غنيا انو سخوايس كاميرا ان بغريسا ورنت انا كترجميسا ويغا امسن ان كو فاجر كلا دغالم لو كو بخو نمت خوارج لين مالك هو كان سو تومداس كغا بان ميرلا سغامريو بنان كاسكلي و هو يري ومن ولي الخلافه خلافه ما احنا من عده قبصته او يعني لو ديبو واجتمع عليه الناس ضدكم اي كل ماني على اهل الحل والعقد ضدك بان كو صاحبك اي اسكو راعان ورضوا به اي ذلك النقضان وغلبهم بسيف سيفتي يعني حكم ميليتري يعني هكم بكو قبصده حتى صار خليفه الى ومدحوين النقض ارينتو بس بودو بدعدو وجبت ضاعته ضاعلي سو واجب لي وحرم الخروج وحرم الخروج عليه لو بحن الله دغنا وحرم بلي يونس خوارج هي ايو تو سيار انتاس رحمه الله عليه ما هي بلي عقائد كانوا عقائد خوارج انت بقى وعليه وارى ما اركا بلي هجر اهل البدع اهل البدع اللي هجروا داني اركا بلي او لو غوي حتى يتوب الى يتوب كليا واحكم عليهم بالظواهر لكن ظاهر قضاء وحي مجسين ما حكميه وعليه واكل سرائرهم waxay qarsanayaan ilaahay baan u tala saaranaya waa akilo yaani asalan u tala saaranaya waxa dadku waxaan aaminsanahay ma aha kullu muhdathatin bil aks tu fi diin diinta lagu soo daro bid'atun li tan bil awana aksan ma jirto sharciga marka loo eego waxaan dadku waxaan aaminsanahay annal iimaan iimaanka qawlun bil lisaan arabku ma wax loo hadlayo yahay wa amalan bil jawarih jawarihna laga sameeyo yahay wax amal jawarih laga sameeyo sida salaada wa i'tiqadu bil jinan qalbina laga rumeyo marka iimaanka intaas ku koobiya arintan wax iska nafiya inuu sumurjada kamid ahay yaziidu bidaa'ata wa yanqusu bil ma'siyati ma'siyatan wa ku nusqama da'ala wa ku ziyada iimaan huwa bid'u wa sab'una shu'batan tadawatan dawr qaybad bu iimaanku ku goobiya a'laha waxa ugu sharaysa ugu sareysa shahadatu an la ilaha illa allah wa adnaha waxa ugu hooseeya iimaanka ugu hooseeya imadatu al adha dibaatada qashq laga qaado aan idan ka jidka وارى وحان كابو ليه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حمانت ضدك ان لا ريب وانا قال لو شيغ اني واجبت هي انا كابو ليه على ما توجبه الشريعه المحمديه الظاهره على ما توجبه الشريعه المحمديه دين النبي محمد وهي واجب يلي سنه ضدك ان لو شيغ
كتجتان يسمين بقى دين تاسو الطاهر يا طاهر كه فهذه قليها عقيدة قليها وعقيدة هم سنة وجيزة عنصر جابي حررتها وانصر كوبي قليها وانصر تحريري وأنا مشتغل الباء أنا قلبي يقول مشغول سنة هاي يعني هورك على كل مشغول سنة يعني وصيبة دين الهوية هورها وانكسر هذا لكن مهم كي يرؤوس من كل شيء قليها ليطلعوا قليها سيطلع على ضدكو على ما عندي أكثر روحها هذه والله على ما نقول وكيل وحا أن لين نهينا إلهي ووكيل نغا أو إن ضبطها إلهي وأقبل أقبل قليها ثم لا يخفى عليكم قليها إذا كما قرصونا أي قليها إلهي هون حريستان إذا كما قرصونا أسوأ الله علينا منكي أهل القصيم أنه بلغني إني إسوء قارتي أن رسالة سليمان وسحبين لك ليلة سحين قد وصلت إليكم إني إسوء قارتي يعني وحا إسوء قارتي قليا تاسوا إذا كفرصوني إن رسالة إني كاسي إسوء قارتي وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم مقال إذا كوتش هو علم يقول نصف شيئاني إني أقبلين والرسالة إنك من أقبلين قرال يرد أو كوبين أظرني يا شمحان عبدالله وعليه والله يعلم إلهي وأقيه إلا أن الرجل إنك افترى إنه يبين أبو تعالي يعني دش إذا أمورا أهلما لم أقولها أن أرون كوان حتى ملاه تكتبين رم نصاص وقبين أبو إلهي من هذا لكن فضل ما يانا وحكا لك غالمي ولم يأتي لما إمام بلي أكثرها على بالي حتى وحي قبين أبو تعالي مالين مالمها كم إذا انتو ضبطان قلبي يكون مصر دعين بلي سكدا إنا تمنيو عقيرة كدكتين ومنها وحكا إذا قوله إنه يري أني أنقو مبطل إنان ماشي كسار أيون كتب المذاهب الأربعة مذاهب تأفرت كتب تضعن ليها باطل يعني محاب ده وحليها نيكا وحقو بين أبورتي إنا نآمن سنعي كتب المذاهب تأفرت إنا باطل هي أيقو بين أبورتي وليها وأنا يقول إنا ليها إن الناس تذكر من 600 لقصوا بلاوة من 600 سنة لحبق السنة لقصوا بلاوة ليسوا على شيء دين هيسن يعني لحبق السنة لقصوا بلاوة نتكو إنا سيدين هيسن إنا إذا سيداس أيو بين أبوري وليها وحليه وأني أنا أدعي الاجتهاد اجتهاد عن شيكتي وأني خارج عن التغليب وأني أقول إن الاختلاف العلماء النقمة علماء اختلاف قولين يتهي عذاب إن عن شيكي أي وجه وأني أنا أكفر إن قال يسيني من توصل بالصالحين صالحين تطلق توصلها وأني أكفر البوصيري نكل يراده إن قال يسيني يا أي ابن أبو ريبولي لقوله هو يراده يا أكرم الخلق بوصيري بعدها وكلمة حموية صلو نبي محمد وحورسان إياه إنه يعني بدباليه وقرقاره أريما إنا فوق على سيدنا يوم ما كويلة أي يقول بين أبو تيمية وأني أنا أقول إنا ليه لو أقدر هدان أو ظهره على هدم قبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبر الرسول كبربرنتيس هدان أو ظهره لهدمتها ومبربرين لها إنا سيدا إلي أي يقول بين أبو ري نكالي رادو سليمان بن السحين نكالي رادو ورسالة دي سألك إذي سوقاتي ضب علم قلنا سيدا الشيغان إنا عرمتها كأكبرين marka shay markii lagu sheego waa inaad aad isla markii iska qaadan iska boodi waa inaad soo gaato xaqiiqada maxay dadka cadaw waa tirbadii xasiliintu waa tirbadii wuxuu leeyahay inaan inkiray ziyarada qabriga rasuulka in la soo siyaarto ayuu ugu been abuurtay wiil oo arintan diiday ayuu ugu been abuurtay wiil wuxuu yiri arimaha aan ka jawaabayo yaani jawaabi aan hadii masaa'il oo kale intuu sheegay arimahan jawaabtoodu wuxuu yiri waxa weeye an aqoola inaan dhaho بجواب تلوي بلي سبحانك هذا بهتان علي إلهي وعبل آدي أرنتا سوى بين وي أيام وجواب يورتكو وقبله بلي أرنتا سوى حك بهري من بهت محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد كوى كوبين أبورتي أيام كوى كهري بلي محا كوبين أبورتي كوى هري نبي محمد سيدا مشركين توري أنه يصب عيسى ابن مريم عليه السلام إنه نبي محمد عايه نبي عيسى أيكم بن أبوته ويصب الصالحين الصالحين تو عايه فتشابهت قلوبهم بلي قلوب تضوا سكوا كاتب بلي بافتراء الكذب بين أبوه حق يسعى تضوا سكوا كاتب بلي يو قول الزوري قول الزور قول سل يرب راتون على هاي قال تعالى إلى يعين إنما يفتري الكذب بين وحى أبوته الذين لا يؤمنون بآيات الله بين توحى أبوط بين سكود دودة أو ضابطة هو آيات كلها رمستين مك أنت سووجود بيقولين بهدو واحد كوب بين أبوطين بقول ليه نبي محمد ومضي هو يكون مشركين تاع بأنه يقول إنه ليه نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الملائكة ملائكة يو عيسى نبي عيسى يو عزير نكل إيراده في النار النار تين بجرا فأنزل الله إليه بكسود شعرته في ذلك عرنت عيسى إن الذين سبقت لهم من الحسنى إلى يحيي الكوى يهرس ونج أولئك عنها مبعدون نار ولا قفوا هنا
سو إلى هاي كوضع عيسى عزير ينام في صالحين تا إلى عبودي حصة عتان عبادة عن رالي كاهين أنا أقول كذلك وحلينا كوا عبودان هذا كوا قبور تكذب وريجا كوا دي صالحين تا الله هذا من دافو إلى هنا نار بقلني الله ناي إن شاء الله تبارك وتعالى حصة عتان بين أبوك الله كأبا المرني كوا مركو حلي جاي وحاسوا بين أبو بليه قبرك رسولك اللي سوسي أخذنا ما ينكرين صالحين تنا ما قال يسين ذلك كتب وسلي اختلاف علومنا المؤرى وعذاب مؤرى هذيل الكتب تملاهبت وباطل بل مذاهبت متكمدة أي مذهب كسفقها وحنابرة على سيدنا الإمام دونت ما أرى ذلك قال يا هاي لا يحبوا غلص الرجس والبلاد وحاسوا الله بين أبو بليه ورنيت هاي أيضا سنة كتب وبليه حنقول كتب وبي إن أيام تاني ذلك الأمور رعاية بين الرجال بهاي كونه وبين الرجال بليه مسائش أنا رمي حليه واحد وحنا من السياسة أقول لي هاي إلهي ما يجور قبة كلامك رسولك كلامك إلهي تبارك وتعالى وصلى الله عليه وسلم أيام أطرى صارتي أو يعني أنا عسكري يا قواش العلماء اللي راح سنا سيدا أئمة أفرتها أبو حنيفة مالك شافعي أحمد إلهي أمنا حريصة دمانتو وحول لي هاي هذي إيه فضوان الله هيد وقت ويه سامح لها سيفا فاين تعرين تام بول لي هاي وحي قادم هاي بول لي أما قادم إسا كتاب وين مركوان كوسوك دابيي أغادة بول لي هاي أو كنت تدبرة أو كفكر هذا الكلاهي دهي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق دور إذن قلت العديس أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سأسوا ليه أيضا كفكر وليه وحكا صلى الله عليه وسلم حسكت قالنا وليه هو بصلا عقيدة لنا وطاسوا ليه حتى وقت يسامح لهانا وليه وصيفا فاهلنا وليه مركساس ويري عليه من الله الرحمة عقيدة لساسنا كتب السلفك كفر انت كتابك زقالتان كتب السلف كعقيده اهل السنه كهليسي صحابه النبي محمد التابعين تي اسكو فيري عقيده داس كتب دا كو قورن يمارت عقيده اسكو فيري بل وحي خلافه نو شيغون صوت اصول السنه امام احمد اصول السنه لابن ابي القاسم ان السنه لابن القاسم نكلي يرادو صاحب الامام مالك ان كتب دي كربا يا السنه امام الحرب وليها كتاب توحيد امام خزيمه كتاب اصول السنه للالكاي مشكله هي اصول السنه كتاب ليرادو ابن ابي زمني وليها شريعه للاجوري عقائد كاسي كتاب صابوني الاورنجري عقيده السلف اصحاب الحديث ابو عثمان صابون لها كتب تاسو دنتار حديثان كتاب الرؤيا والصفات والنزول لها الحافظ الدارقطني كتب تاسو دنتار حديثان بل كسو ميزان عقيده محمد عبد الوهاب هلكه نوو قري نو شيغي كتبتها كو قرن كو ميزان waxa khilaaf noot maalays wuxuu ku khilaafay nimankaas iyo culimada caqaaydkaas wax uu ku khilaafay ma jiro aqeedaha halka uu noogu sheegay kutubtaan ku qoran laakiin in xasadka iyo xumaanta dadka way inda tirta ayagoo arkay xaqii hasaate waxyaalahaas ay buumuuninayaan isla ajir buu keenayaan marka kelmadeeni qaybti labaad iyadoo qayb kale inoo hadsiin halka ayaan ku joojinayna hada wabillahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.